قرف عاديها. وكل يوم يطلعوا لنا بحاجه جديده في مين التغذيه. مين اللي يعني مثلا يطلع بره لا بره يبعتوا لنا كلام، يعني يطلع مثلا بره حد يطلع يقول لك اللبن ما بقاش مفيد خالص، يعني اللبن غير اللي هو لبن الام، اللبن اللي احنا بناخده ده ما فيهوش اي فايده، ودخل في كذا عمليات قسطره واسمها ايه بسطره وضاعت فايدته منه خالص. وان اللبن دوت ان انت زي ما انت بتقول كده يصح ان احنا نقلل منه عشان ان هو بيودي ناحيه الكانسر والتيومرز والحاجات دي كلها. وكانوا زمان يقولوا اللبن والعظم واللبن ده حاجه مهمه، كل شويه بتطلع حاجه يعني. طيب عارفه يا دكتور، عارفه انا بس نفسي في ايه؟ نفسي ان احنا نوصل لمرحله معينه من الثقافه ان انا لما اكون مثلا قاعده بعد الغداء او في رمضان مثلا بعد ما بنفطر بيبقى قدامي على السفره في الغالب خصوصا لو عزومه يعني انا عند ناس او ناس هم اللي عندي، بيبقى قدامي الحلويات الشرقيه مثلا تمام وبيبقى قدامي الفاكهه. نفسي نوصل لمرحله من تهذيب النفس ان انا على طول اروح على الفاكهه او اخد حته صغيره نفسي جايه فيها بلاش حرمان، اخد قطيفايه، حته كنافه صغيره، حته بسبوسه صغيره. بس فكره انه الشراهه في الـ في الـ في, الـ في اكل السكريات دي نفسي الناس كلها تعرف قد ايه قد ايه هي مدمره للصحه. يعني السكر وحش في الشتاء، لو جوعتي روح لبطاطا بقى، يعني عارفه البطاطا دي هاتها حطها في الفرن واقسمها نصين وكل بطاطا، قد ايه الغذاء والفايده، وهتديك الاحساس ان انت مش محتاج سكريات وتدفي.